الرئيس العليمي يعزي أمير دولة الكويت في وفاة الشيخ جابر دعيج الصباح ويهنئ الرئيس التونسي بذكرى العيد الجمهوري. هيئة رئاسة الانتقال تشدد على سرعة وضع الإطار التفاوضي الخاص بقضية شعب الجنوب قبل الدخول في أي مفاوضات السلام. محافظ حضرموت يبحث مع وفد منظمة يوني باسم مستوى تنفيذ المشاريع الخدمية مع وفد منظمة الفاو مستوى تدخلات في القطاع البيئي. لجنة لقاء قبائل الحموم تشيد بجهود محافظ حضرموت في تلبية مطالبها وحكمته في التعامل مع قضية معسكر باغشوة، والمؤتمر الجامعي يثمن جهود المحافظ في احتواء الموقف. مدينة الشحر تشهد زيارة كبرى وسط توافد الزوار من مختلف أنحاء حضرموت.